الموضوع اللي رح نتكلم اليوم عنه ان هي تعتبر من اجمل الرياضات وهي الرياضه الاكثر وصولا للعضلات الانسان. خلونا نشوف هذا التقرير ونبدا بعده فقرتنا. السباحة واحدة من أنواع الرياضات الأكثر صحة وسلامة، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفوائد الصحية والنفسية لممارسة السباحة، وذلك لما لها تأثيرا إيجابي لتحسين المزاج وخفض التوتر. للسباحة فوائدها المتعددة بدءا من تقوية الدورة الدموية والقلب والرئتين، بالإضافة إلى فائدتها الكبرى في تقوية المفاصل والعضلات خاصة عضلات الظهر والبطن والساقين. وتعتبر السباحة في مياه البحر البارد أكثر تنشيطا للدورة الدموية، وتمد الجسم بالفوسفور كما للماء المالح تأثيره القوي على قتل البكتيريا، فهو علاج لبعض أنواع الالتهابات الجلدية. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي جدة. طبعا ما هي التفاصيل وراء طبعا فائدة الرياضة والمعلومات اللي احنا ما نعرفها عن رياضة السباحة، هذا اللي راح نتكلم فيه، وما دورها في تشكيل جسم الإنسان وعضلاته ورفع مستوى اللياقة؟ حقيقي تفاصيل كثير راح نعرفها في هذه الفقرة، وراح تعرفنا عليها أكيد المدربة نجلاء بخاري. يا أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. أهلا فيكم يا أهلا. خليني في البداية أعرف منك عن تأثير رياضة السباحة على الإنسان. طب يعني اكيد احنا لما نبقى نعرف اول شيء يعني ايه رياضه السباحه. السباحه هي اللي ما يسمى بالاكوا المائي او الاكوا جيم. يعني ايه كلمه اكوا؟ الاكوا هي كلمه لاتينيه معناها الماء، الماء يعني. فطبعا طلعوا عليها على اساس انه هي رياضه متخصصه بتصير تحت الماء. طبعا هي بتفيد كثير من الناس، بتعالج كثير من الامراض، وخاصه الناس اللي مثلا كبار السن او الناس اللي بيمارسوا مثلا عندك زي العلاج الطبيعي. ناس عارفه ما قدر الله مثلا بعد الحوادث او بعد او عندهم انزلاق الغضروفي، عندهم التهابات في المفاصل، عندهم السمنه المفرطه. هذول كمان بيحتاجوا ان هم بيستخدموا اللي هي رياضه السباحه او الاكوا المائي. بس استاذ نجلاء بيقول انها اكثر رياضه تحريكا لعضلات الانسان، هل هذا الشيء صح؟ هو صح. ليش؟ اكثر رياضه؟ مش اكثر رياضه، ما اقدر اقول لك بالضبط اكثر رياضه، لانه بس هي من جد فيها كميه مقاومه، بحيث انه عارفه بس الانسان ما بيتعب، عارفه ما بيشيل فيها اوزان كثيره. عارفه الواحد لما بيدخل تحت المويه طبيعه جسمه انه عارفه الوزن بيخف تقريبا 90%. الواحد عارف بيطفو فوق في المويه، بيطفو عارفه يعني شيء يعني شيء طبيعي. فبالتالي فلما بيعمل تمارين مقاومه عارفه بيخف الضغط على العضلات فيها. فعشان كده عارفه هي بتناسب الناس اللي عندهم مشاكل في وطبعا زي ما تفضلتي وقلتي انه هي عارفه بتساعد برضه على تقويه عضلات الجسم. وهذا اللي ابغى اسالك عنه، يعني هل هي بس علاجيه ولا كمان ممكن تشكل عضلات الجسم؟ ممكن ترسم الجسم بالضبط، تنسق الجسم بالضبط، بتشكل وبتبني كمان عضلات. ليش؟ لانه انت عارفه بتعملي مقاومه داخل المويه. لما انت بتتحركي طبيعي عادي في الهواء الطلق مثلا في ساعه الايروبيك العادي ما عارف ما بتقاومي شيء، بس لما تكوني جوه المويه عارفه طبيعي انه انت بتقاومي. وفي كمان انه عارفه السباحه عارفه بتحرك لك زوايا من العضلات ما بتحركها التمارين الباقيه. يعني رياضه السباحه تعطيك نتائج اكثر من الرياضات الباقيه. فوق هذا كله كمان عارفه اقول لك اكثر عارفه بطريقه صحيه وسهله وممتعه. حلو استاذه نجلاء، التمارين الرياضيه تحت الماء هي من الحلول اللي تناسب اكثر الناس اصلا اللي بيعانوا مشكلات المفاصل او اصابات للعظام. فعندنا مداخله هاتفيه لهذا الموضوع، خلينا ناخذ المحادثه ونرجع. الو، معانا حنتكلم عن هذه الجزئيه مع المدربه فاطمه الالمع. يا هلا فيكي. هلا فيكم، اهلا وسهلا، مرحبا. استاذه فاطمه، في البدايه اكيد انت شفتي معانا الموضوع وبنتكلم على رياضه السباحه عن الرياضات الاخرى، فايش الفرق بينها وبين الرياضات العاديه، التمارين اللي فوق الماء وطبعا التمارين اللي عند تحت الماء؟ طيب، تعتبر الاكوا مائي من التمارين الرياضيه التي تمارس تحت الماء، اوكي؟
وهي من الرياضات الممتعة، لأن مستوى القوة التي يمارس بها الشخص الرياضة على الأرض هي نفسها التي يقوم بها الشخص تحت الماء. الفرق أن مستوى معدل ضربات القلب يكون أقل عند ممارستها تحت الماء. هذا الشيء أحسن؟ أيوة أحسن بقوة، يعني خاصة للمين للمسلمين اللي عندهم إصابات في العمود الفقري، في المفاصل، في الركب، أي شيء من، لكن ما دام صحة الواحد طبيعية عادي يسويها برا المويه، لكن اللي عندهم مشاكل ما أنصح فيه أبدا الممارسة في الرياضة فوق على العرض. صحيح، لكن أستاذة فاطمة خليني أسألك، بالنسبة للأشخاص اللي عندهم إصابات هل لديهم نفس السعرات الحرق السعرات اللي يعني في الحرق نفس الأشخاص العاديين ولا يختلف؟ نعم. في السباحة تحت الماء رياضة الأقوى هي الحل الأمثل لمن يعانون مشاكل في العظام وزيادة في الوزن. ليه؟ لأن ممارستها في الماء تعمل على التخفيض على المفاصل، لأن عندما يتحرك جسم الإنسان داخل الماء لا يحمل سوى 10% فقط من وزنه، وذلك لأن الماء يقوم الوزن ينعدم تحت الماء. صحيح. ممكن؟ ويحرق ما بين 500 إلى 700 سعرة حرارية. صحيح. حلو. أستاذة فاطمة الألمع أكيد نشكرك ونشكرك على هذه المعلومات الأكثر من رائع. أرجع لك طبعا أستاذة نجلة وأسألك، هل في فرق بين السباحة في المسابح الصناعية اللي هي بتكون متواجدة في أي مكان وبين السباحة في البحر؟ هل هذه لها نتائج وهذه لها نتائج ولا ما تفرق؟ هو شوفي الفرق من ناحية أنه مثلا لأنه عارف البحر مفتوح، فالواحد لما بيته عارفة بيسبح في البحر أو بيعمل التمارين العلاجية داخل البحر عارفة الوزن يكون أخف، لأنه عارفة البحر مفتوح. بس لما داخل المسابح كده المغلقة اللي موجودة مثلا في النوادي أو موجودة في مراكز العلاج الطبيعي، عارفة المكان حيكون مغلق بالطريقة دي، فتحسي وزن الإنسان بيتقل. طيب إيش النتيجة اللي بيلاقيها؟ أية أحسن؟ أنا عن نفسي أنا بفضل إنه السباحة داخل الحمامات السباحة أفضل من الناحية العلاجية. بتكلم أنا من ناحية تقوية العضلات وتقوية المفاصل والكلام هذا. ليه؟ لأنه عارف وزن الإنسان عارفة بيتقل شوية، فيحس عارفة في مقاومة أكتر عن التمارين اللي بتصير في البحر. صحيح. مع أنه متعارف عند الناس أنه البحر أفضل لأنه أيوه. يعني هذه فيها كلور وهذه ما فيها بس عشان كده هو أثقل يا أسرار. صحيح. أيوه. عشان الثقل هذا هو اللي بيساعد العضلات. هو ده ما أنا بفكر، عارفة أنا بتكلم بس من الناحية العلاجية. بس لكن من الناحية عفوا إيمان، بس من الناحية الرياضية يعني هل في هذا مثلا بيدي نتائج أكثر من هذا في المسبح؟ أيوة في المسبح نتائج أكثر في الجسم من المسبح، في الجسم أحسن من العضلات أحسن من البحر. ليه؟ لأنه قلت لك الوزن بيتقل زيادة حبتين، فإيش فطبعا الضغط حيكون أقوى. صحيح. حلو. بس أستاذ نجلاء يعني معناته اليوم بنتكلم، هل تشوفي كل الأمهات اللي بتابعونا حاليا ان احنا ننصحهم يبداوا يعلموا اولادهم السباحه من وقت مبكر انه هذا يساعد على نمو عضلات ابنائهم؟ من جد عارفه يفرق؟ الاطفال اكثر يمكن اكثر رياضه يحبوها في حياتهم المسبح ولا لا؟ لما بيروحوا منتجعات بيروحوا مين بس بتكلم عن الاطفال اكثر سباحه اكثر رياضه يحبوها. اتركيهم في المسبح وسيبيهم. عارفه يعني لو انه عارفه لقوا احد بيداركهم من صغرهم وينمي عندهم الموضوع ده، عارفه راح يكبروا ما حيعانوا من سمنه. صحيح. عارفه لانه اكثر الاطفال هم صغار عندهم حساسيه الصدر. فاللي بنلاحظه عندنا في المسبح لما عارفه بيجيبوا الامهات بناتهم يكونوا عندهم في حساسيه صدر في مشاكل، سبحان الله مع الايام الرئه بتتوسع. صحيح. حتى حساسيه الصدر أكيد. عارفه اكيد تفيدهم من جميع طبعا عضلاتهم بتقوى وعظامهم بتقوى. استاذه نجله لانه ما بقي معنا وقت كثير، كم الجرعه المناسبه في الاسبوع لممارسه رياضه السباحه؟ ليش لا 3 ايام في الاسبوع ممكن. حلو. اذا ممكن كل يوم ما فيها مشكلة. حلو. ما فيها مشكلة. أستاذة نجلاء أبو خار أكيد منورتنا دائما، وشكرا لك على المعلومات الأكثر من رائعة. شكرا لك وشكرا لحضورك معنا. الله يسعدكم يا رب. مشاهدينا إن شاء الله تكون فقرتنا هذه كانت ممتعة أكيد ومفيدة لكم، بس خلونا نطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل بعده بقية فقراتنا، فخليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، فقرة هبات بنات الأسبوعية تسلط الضوء على هبة دورات تدريب الأنوثة لدى الفتيات.